استخرت، سألت، تفاصيل هذه كلها أبيها. والله يا طويل العمر استخرت. وش اللي أقنعك إنك تجي البرنامج؟ أقنعني المجد نتابعها من الطفولة. سلام. برنامجكم تابعت منه كم حلقة الموسم اللي راح، برنامج طيب والربع اللي فيه طيبين. يعني أمشي سعيد ما هونت؟ لا والله ما هونت. الله من ذا العمود ينطلقها وقام يجي شخصنا معي. أدور المكان اللي سعيد فيه ولا بصورة ما لك عافية والله يا أبو حسن. أنا لا لا تقول شيء في سعيد. أوب 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 خط أحمر. أيوه عقب دوتو من حقك دوتو أكيد. الساعة المبروكة والله يا أبو حمود وإني أنبسط جدا. مرحبا بك والله أبو حسن. أنا أقول لك شعوري وعلى لسان والله كثير من الشباب الموجودين وإدارة البرنامج سعيدين جدا بإضافتك أنت من غير قصور في الربع. كاريزما، صوت جميل، شخص متواضع، إعلامي تبارك الرحمن من الطراز الأول. الله يرحم والديك. تجي قبل المصورين وقبل المخرجين وهذا والله ندلدل على مهنيتك العالية يا أبو وسامن على صدري ولو ما أنتم مهمين ما أهتمنا بالوقت والمجي. رفع قدرك يطول عمرك أبو سعد. لبيك طلال الجعداني. هذا الرجل الجميل الشاعر الرائع جانا في أول نسخة من برنامج الناس والليل بعزبته والشاص وأذكرها التفاصيل ذيك صراحة. وجاء وشب الضوء وزينا ذيك الدلة والبراد وسواليف. رجل ما شاء الله وسيع صدر وقصيد ومحاورة. وأذكر محاورتك أنت سلطان الهميلي وما شاء الله رجالنا صراحة. أنا وقتها قلت يا أخي ودي ذا الرجال يجي معنا البرنامج. الله يا روعة برنامج يعني فعلا هذا مكانه وبيزيدنا والله.